وجه رسالة لعيبة الأهلي وموسيماني قبل نهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي. إن شاء الله بإذن الله أنا واثق في لعيبتنا وواثق في موسيماني. موسيماني مدرب كبير ولعيبة الأهلي لعيبة كبيرة، وإحنا دايما بنتعلم من لعيبة النادي الأهلي إن إحنا بنثق فيهم لحد آخر ده، وده كان باين إمبارح في ماتش إنبي. وإن شاء الله أنا عندي الثقة التامة إن إحنا هناخد البطولة. لا هم ان شاء الله اللعيبه قدها، يعني اللي بيعملوه طبعا انه السسبنس الدقيقه الاخيره دوت حاجه عظيمه جدا من الاهلي مستنيينها على طول. طبعا ده من اللي مستنيينه في ماتش الوداد ان شاء الله، مستنيين من موسيماني احسن من كده في البدايات. يعني ربنا معاك ويوفقك. طبعا يعني بص احنا دايما بنقف في ظهر الاهلي لان الاهلي فريق كبير، ما بنحبش ان هو يخسر. هو طبعا الكره مكسب وخساره، بس يعني دايما يعني انا متاهله ومتعصب شويه، او مش متعصب يعني بحب الاهلي دايما هو اللي يبقى في التوب. يعني طبعا بتمنى الفوز لباقي الفرقه طبعا. يعني انا بموت في الاهلي وقسما بالله ربنا يسعدهم كده ويتمنى لهم الخير وربنا يزيدهم ويستر عليهم. الماتش ده الماتش الاخير والماتش النهائي، وعايزكم تشرفوا مصر وتشرفوا البلد وتشدوا حيلكم بقى، والتوفيق كله من عند ربنا ان شاء الله. لهم الف مبروك وشدوا حيلكم، وان شاء الله هتكسبوا النهائي افريقيا. والاهلي قدم مستوى جيد جدا، وعلي معلول كان كويس ومستواه حلو قوي، وانا بعتبره احسن باك في مصر وفي تونس عامه، وان شاء الله هنكسب. يعني توقعات تبقى 2-1 ان شاء الله، واحنا مع الاهلي كلنا يعني.